جميل مصور صحفي في جورنال الوطن، تم الاعتداء عليا قدام مكتب مقر الاخوان المسلمين في المقطم. احنا كنا واقفين بنشتغل عادي بنمارس مهمتنا كصحفيين ومصورين. فجأة لقينا شباب من الإخوان شتموا الصحفيين وشتايم فظيعة، وانتوا إعلام زبالة، وانتوا إعلام ابن كلب، وإعلام سائل، وانتوا كذا وانتوا كذا وانتوا كذا. وشوية كان في شباب بيرسموا جرافيتي هناك عند المقر هناك، حصل مشادات ما بينهم. واحنا واقفين بنصور لقينا فجأة واحد رفع كرسي وضرب في الصحفيين والمصورين واقفين، وفجأة لقينا بقى الشوم طلع والأسلحة طلعت علينا وضرب بقى فينا. الصبح كان بيقول للضباط ان كان في ناس معاهم أسلحة، الضباط رد عليهم قال لهم ده في كمية أسلحة جوه رهيب. فطبعا كان في شباب بلطجية واقفين من الإخوان شافونا بنصور وبنغطي الأحداث، أما خدونا ضربوا زميلي عمرو وضربوا زميلنا مصورين ومحررين في جرايد تانية. الحمد لله رب العالمين بنجري، ضربونا بقى بالشوم ومش عارف ايه، واحنا بنجري اتضرب وانا الحمد لله اصابتي جات لي والحمد لله قدر الله ما شاء فعل جات لي في رجلي، يعني جات لي كسر في رجلي بعد ما اتضربت مش قادر امشي على رجلي. جريت طبعا ان لو كنت وقعت كانوا زمانهم ذبحوني، فجريت وانا رجلي مكسوره لحد اخر الشارع واستخبيت في جراج. فكده وقفت تاكسي وعربيتي كانت هناك والحمد لله، يعني حد جابها لنا ومشينا. جينا على البرنان الحمد لله نزل معانا حد من الشؤون الاداريه وودانا المستشفى وعملنا اشعه، قالوا لي كسر في رجليك، كسر في كعب رجليك.